وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: كنا نسلم العمال بالشهر الهجري، والآن بعد أن أصبحت الراتب بالشهر الجريجوري وعن طريق البنوك تصرف رواتبهم بالشهر الجريجوري، وأنا أعلم أن هناك فرقا 11 يوما لصالح العامل، فهل يجوز أنه عندما ينتهي عام كامل أسلمهم 11 يوما هذه على أن الفرق الذي بصالحهم؟ نعم نعم، جزاك الله خيرا وكتب الله أجرك، وهذا من الاستبراء للمال وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وإن أردت أن تدفع لهم ذلك أحسن الله إليك معجلا يجوز، وإن أردت أن تجعله مع الراتب الأخير في الشهر في السنة فلا حرج في ذلك، وجزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.